المدير ويا عسى ربي يعين، وانا المدرس والعبد وريس وا وانا شميمي واعرف التيست لمين، وانا متنح ما افهم الا بالدواء، وانا مسندر مع صقوري من سنين، وانا الهواوي قيس ذابحني الهوى، وانا صقيم الكاتم السر الامين، ديواني ونطلع سوا على الهوى، ديواني ونطلع سوا على الهوى. عندك والله هنا ترى شباب عميلك. شباب سكوت بليز بليز، نو قرقر نو قرقر، اليوم انجلش لسن انجلش، ما في عربي. يلا يا شباب والله حد شغله الاستاذ مرجوك يعني شو يعني حد يعني ما كلش يعني ما انت حتى يعني عربي يعني تحكي انجليزي؟ يا سوالف انجليزي يلا الحين تكلم عربي. بس ترى لا تنسى، ترى الانجليزي الحين لغه العصر، لغه العصر. اسمع عاد انت عندي لغه العصر، ما لغه العصر يعني ما نتكلم لعق معاصر لغة الشمس، ما نتكلم مرة واحدة راح يا رجع. المهم شباب جهزوا أوراقكم كتبكم، ترى أستاذ مرزوق بيجي، اللي بيتكلم عربي يا ويله، أهم شيء إنجليش. يا جماعة الخير اسمعوني زين، اسمعوني اسمع بقول كلام مهم أنا، اسمعوني. أهم شيء إننا نحافظ على لغتنا العربية الحبيبة، نبي نتكلم أي لغة بس اللغة العربية يجب أن نحافظ عليها. آه يا حصة. هاي إيفريبادي، ستاند أب ستاند أب ستاند اب قوم. هاو ار يو؟ هلا هلا. ستاند اب ما في قيام، ستاند اب. سيت داون سيت داون، اجلسوا سيت داون سيت داون سيت داون. اجلس اجلس بليز. كل واحد الان يطلع البوك ويحطه على التيبل. يقول لكم الاستاذ مرزوق كل واحد يطلع كتبه ويضعها على طاولته. شكرا شكرا لك على ترجمه، شكرا لك. قيس يايس قيس يقول يايس كم هير بليز. قيس يدعوك، تفضل تفضل عنده. شكرا على الترجمه. هاو ار يو؟ هاو ار يو تيتشر مرزوق؟ ثانك يو ثانك يو. يو سبيك انجلش؟ اوهو جود، اوهو ذا انجلش. انا مو بسبيك وبس. لا يا استاذ اسف لا يا تيتشر. تيتشر لا يا تيتشر، انا اتكلم جميع اللغات. اي نعم، مو بالانجليزي وبس، لا وقلت قصيده بالانجليزي يا استاذ مرزوق. جود جود جود، لو تسمعها ثاني يا شيخ تخك. يا سلام يا سلام عليك. اوكي اوكي، اي ونت يو لسن جيف مي انجلش. اقولها انجلش، كم هير بليز. اقول قصيده، تدري وش سبب القصيده يا استاذ؟ مره امس القريب قابلت حصه وما ادري وش انا قلت لها، قالت لي انت كريزي. Speak English please. الله الله الله، أنا مجنون. أوف أوف. إنجليزي يو يو. صراحة هارت قريحتي. بالإنجليزي. سمعت؟ وتهيضت بشكل غريب. زعلت يا جماعة. أنا كريزي. لا لا لا. مجنون. لا يعني زعلت بالإنجليزي. زعلت بالإنجليزي. طيب وش قلت وش قلت؟ كتبت قصيدة بالإنجليزي. كم هير بليز؟ رد عن لها وأدب الأمثالها. كم هير بليز؟ كم هير؟ ردوا معي ها؟ ايه ان شاء الله. You think me يا نور عيني crazy. Crazy. تكفى بليز أرجوك ترى ذاك easy. Easy. تكت بعد تبدي على طول easy. Easy. يلي تشابه مون في يوم 15. 15. You have عين big. Big. لونها بلاك. بلاك. يا أبو قرون اللونج. رجد على الباك. الباك. أصبحت تنن تني عود مسواك. كيف باك. يلي تشابه مون في ليل 50 الله يشفيك. أحتاج منك في الهواء education. education. وبعدها دو for me examination. ما شفتك أرقض مثل الرقلة الكمبريشن. يلي تشابه مون في ليل 50 صح يور تانك. قيس يقول لك صح لسانك. اي صح لسانك. وانت في متانك. وانت في متانك. اروح متاني على طاري المتان. ثانك يو ثانك يو. قل صح بدنك. صح يور بدي. بدي صح يور بدي. صح بدي. شكرا شكرا. سؤالي للمشاهدين. سؤال طبعا ما دام انه يعني انجليزي نتكلم عنه.
نقول ما هي أكثر لغة يتحدث بها العالم؟ اللهم طولك يا روح، نزل شوي. أيوة، ما هي أكثر لغة يتكلم بها العالم؟ ما بعطيكم خيارات، هل هي العربية، الإسبانية، الصينية؟ سم العربية، الإسبانية، الصينية. سم سم سم. نعم نعم، أجب أجب. ها أجب. وش اللي هم الثلاثة؟ وش هم؟ العربية، الإسبانية، الصينية. الصينية. معنا سارة، السلام عليكم. وعليكم السلام. عندنا ثلاث خيارات، أكثر لغة يتحدث بها العالم: العربية، الإسبانية، الصينية. أيهم؟ العربية. يلئت 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 العالم يتحدثون بالعربية أكثر، مع الأسف يا سارة. اتصال ثاني، اتصال ثاني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ معك رخصانة شاهين أنور. من وين؟ من الدوحة. ونعم والله. إجابة إن شاء الله صينية. الصينية، يا سلام عليك، فوق المليار وشوي، 3000 ريال. بارك عليك الشهر، بارك عليك عشر المغفرة. سد سد سد. الصينية طاحت وانكسرت. الصينية، الصينية طاحت وانكسرت. شون يان فان طين تين يان كين فان تين. هاي يان هاي. لا، صيني صيني، يعني معناها جنس مكاني. ترى العملية سهلة. شلون؟ سهلة. اي لما كنت في شو اسمها يا ربي، شو اسمها ذي، سبيس سبيس سبيس. شو يعني سبيس هذا؟ يوم في الجامعة، يوم أنا أدرس في أمريكا، جامعة سبيس هذا. لا، ما أدري شو قلت. اللغة الإنجليزية سهلة. حكيم، نتكلم معهم بلبل بلبل بلبل، حتى صاروا ينادون هناك بلبل بلبل إنجليزي. إيش سهلة العملية؟ شو سهلة يعني؟ ولا أنت الكلام تقول أنت يا رجل؟ أنا أطلع من الأوتيل. إيه؟ أوكي أوكي. أول ما أطلع من الأوتيل وأوقف تاكسي، وقف لك تاكسي. حكيم، بعدين يقول لي يشر بيديه، عاد انا اعرف الاشارات باليدين. إيه؟ بنك، وديني على البنك. يا رجل هذا كلام سهل، ترى سهل، لا لا يغرك، لا يغرك. اقول لك كلامك. لا لا، كلام سهل. سلام. شيء يعني الحين انا يعني الحين يعني احنا انا بروح على ادرس هذه عند المدرسه اللي تقول هذه عندها يونان تد سيتت، هذه سيتت ما في سيت هذه. يعني الحين بقول لهم انا يعني ابي همبرجر. هاو ار يو جود. اسمعكم تتكلمون انجلش قبل شوي. جود بليز 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 وات بليز 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 وات ها يس يس. اوكي يس ستد. الحين انا يعني الحين يس يس نو. الحين انا الحين يعني ان شاء الله يعني انا متاكد واثق بنفسي ان انا بنجح يا رب. انا بنجح وبايب يعني مجموع كبير. اكيد اكيد ستد. يعني الحين انا بروح ادرس في الجامعه هذه اللي درس فيها اسمه هذا متنع. نعم، يونايتد هاي سبيس. زين، الحين يعني ابي انا يعني اقول لهم ابي افتح حساب، ابي اروح البنك افتح حساب. شو اقول لهم يعني استاذ؟ يعني يعني هذه بسيط، اقول لهم بسيط. تقول تدخل بنك تقول ابغى اوبن ماثماتكس. اوبن ماثماتكس يعني اوبن افتح، اوبن افتح، اوبن ماثماتكس. اوبن ماثماتكس. يا اخي انطقها صح، انطقها زين، انطقها زين عشان يفهمون لك. اوبن ماثماتكس يعني افتح حساب. ماثماتكس اوبن، اوبن ماثماتكس. ترى يا شباب الانجليزي مو صعب، انتم بتصعبونه بس. واذا بسكر الحساب شو اقول؟ شات ماثماتكس. شات ماثماتكس. شات يور ماث. شات شات ماثماتكس. بس تبي تتكلم انجليزي بالعربي تتكلموا العربي من اليمين لليسار، مثلا تتكلم كذا من اليمين لليسار، بالانجليزي تتكلم سبيكينج سبيكينج من اليسار لليمين. كلام جميل، كلام وضح وضح اكثر. اوضح لك مثلا، مثلا تبغى تضحك مثلا باللغه العربيه من اليمين لليسار، بالانجليزي من اليسار لليمين. سهل جدا يعني يعني
يعني يا استاذ يا استاذ يا استاذ يعني يعني هي العمليه انه من اللي صار من اللي صار لليمين من اللي صار لليمين من اللي صار لليمين لليمين شفتوا شلون بسيطه شفتوا شلون فهمتوا اللغه الانجليزيه بسيطه سهله سويت الخير سهله اسمي 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 دونت سيت داون الانجليزيه سهله سهله مثل الماء ما تبيش كم هير عفي بليز كم هير انه يدعوك الى هنا كم هير يقول تعال يس 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 مو هنا جيت اول ها مو هنا هناك هناك رحله للستارت يس يس كم هير كم هير رحله هناك كم هير سيت داون نو سيت داون ستاند اب هير او جود اي ام كم هارت كم هارت او جود كم هارت جود 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 يو سبيك انجلش Yes. Oh, good. You know, yes, yes. You know, come here. تعرف إن ما شاء الله قلت come here, come here. Come طيب here. إذا أردت أن أقول اذهب إلى هناك ما وش معناها؟ أروح. أيوة. أقول come here. والله. Yes. Nah. Yes. Yes. هذه. Hey. هذه. طيب هناك. هذا. كيف كيف؟ إذا اذهب إلى هناك. نفس الشيء أقول. أقول come here. Yes, 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 جاك الموت يا ترك الصلاة أقبلها 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 كلمة أندر 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 بكتبها بالعربي ما عرفت أندر أندر هذه أندر وشلون تضعها في جملة أندر بن شداد أندر بن شداد نعم طيب تعرف كلمة سيت داون سيت داون عارف ست وعارف سبع داون وعارف ثمان داون وعارف تسع داون وعارف اللي تبي تن داون اجلس اجلس الله يصلح ممتاز بالانجليزي ممتاز اي الانجليزي ما شاء الله عليه مبدع في الارقام خاصه في الارقام ما دمنا في جو الارقام يا شباب انا عندي سؤال طريف ويدل على الذكاء نعم حلو انت تشترك في مسابقه 5000 متر والله 5000 متر مسابقه اختراق ضاحيه مثلا 5000 متر منطلقين فتجاوزت الثاني تجاوزت الثاني فكم يكون ما يكون ترتيبك لما تجاوزت الثاني يكون ترتيبك استاذ استاذ وش هذا شلون يعني استاذ سم يعني بجاوب بتجاوب ايه بتجاوب ايه طيب وش الجواب وش الجواب السباق وانا فيه السباق في اخترق لاحيه مضمار كبير يعني حاطينه في الملعب ولا برا لا في الملعب تجاوزت الثاني تجاوزت الثاني وش يكون ترتيبك معنى معنى هي السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام. أختي نجوى. ألو وعليكم السلام. لما تجاوزت الثاني يكون ترتيبك لا. إيش؟ مبروك عليك الشهر أو العشر الوسطى من الشهر إن شاء الله عشر مغفرة. قصروا يا ليت تقصرون يا جماعة على التلفون التلفزيون عشان تسمعون. الترتيب الثاني. يا سلام عليك يا سلام عليك وخر يدك عني وخر يدك مو بالاول لا مو بالاول الثاني تجاوزت الثاني تصير الثاني الاول تجاوزت الثاني تصير الثاني 3000 ريال و1000 الف مبروك الف مبروك الف مبروك انجلش اللي صار هذا اليمين انت سالفتك انت شو القصه يعني قاعد انا ذاكر انجلش نايس تو ميت يو قاعد تشغلني شو القصه مع هالورد اللي اسمع قيس انا حركات نصكم ما عندي شوف انا بوكس واحد افتح بوجهك جنينه حديقه اسويها فاهم ولا لا واذا انت رجال قابلني قابلني ابي اشوف ايش تسوي بس قاعد تضربني وانا ساكت انا سويب لا بوش حيه بس 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 دنيا انا ابي حماس عطني خليك رجل قابلني سويبل يا
يا اخوان يا اخوان ايش تبي تسوي يعني ايش تبي تسوي؟ ابوي روح محلك لا يجي علم ثاني ورني مراجلك يا طبخه ورني مراجلك ترى مو هو احسن لك انا اقول لك انا ابيك تطلع ما عندك انا اسوي اقول يا اخوان يا اخوان يا اخوان انا اوريك انا اوريك يا اخوان انا اوريك انا اوريك يا قيس يا قيس السلام عليكم يا بس يا شباب يا شباب يا شباب ما يصير انا اوريك صار يتكلم علي اني اصغر منه وضعيف شوف وحاط ورد انا اوريك ايش السالفه ايش السالفه تعال يا استاذ مرزوق اسف يا تتشر مرزوق هالرجل هذا يودينا للمدير كل يوم يروح للمدير ويعلمه بس احنا ما سويناها النمام النمام هذا يا استاذ استاذ بليز يلا يلا عجدار وش نسوي يا استاذ اون ذا وول ارفع يدك ليش بس بيكوز يو ار قاعد انا اعرف السالفه ذا انا اوريك يلا يلا قاعد قاعد انا معاه جنبه هي يلا يلا جنب جنب اوريك انا اوريك انا اوريك سهلون 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 جايك جايك تغبي وجهك ولا ما تغبيه جايك لا ما فيه جايك بس خلنا هذا متنح ابوي نعم وات هابن وش اللي صار وشو وش اللي صار هنا يعني انت رجل يعني يو فيري جود ما في كذب ما في كذب ها يو نو كذب بليز جيف مي تلمي تلمي وات هابن هنا ليش وش سووا استاذ انا احب اني اشرح لك استاذ اللي صار بس بالانجليزي استاذ هذا ابغى اي وان اي استاذ وانت عارف هذا اللي حصل ما بينهم انا احب ابرر ذمتي يس لانه الاخره تبي والدنيا تبي good. انا احب اقول good. Yeah. انا اللي ابى اقول اللي شفته اللي شفته وش اللي شفته يا استاذ إيه؟ هو استاذ بالانجليزي 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 استاذ ذس ذس قام على ذس وقال له ذس بالانجليزي استاذ قام ذس قام ذس ومسك ذس قال له ذس قام ذس عاد ما تحمل ذس 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 ما تحمل وقام ومسك ذس ومسكه منه ساد وحطه ذا لين طلع عيونه طلع هذا طلعت عيونه برا eyes your eyes his eyes mean eyes eyes اي اي اوت اوت اي اوت اوت قام مسكه وحطه على جدار ذا وول اللي هو ذس مسك ذس قام ذس مسكين ذا عيونه تطلع ذس ذا قام ذس وعطى هذا ركبه ذس ذس عطى ذا ذس ركبه قام ذس قال اخ لا لا نو 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 بليز الان انت تكلمت عربي وش اخ ما في انجليش ما في اخ المفروض مفروض انت يو سيد اي 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 بالانجليزي اخ دي مي 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 بالانجليزي اخ لا نو 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 انجليزي قام ذس اساد قام ذس وضرب ذس ركبه في بطنه وات وات يو سيد وات مش قام قال قال اوه اوه يس جود لازم كذا اوه قال كذا اوه اساد قام على ذس يوم ذس قام ذس ومسك ذس وحطه في الارض ذس وقام ذس بوكس ذس وذا ذس قام ذا نفس الشيء ذس بوكس وذس بوكس اساد عاد عاد الساد صراحة ساد عاد أنا ما أدري من اللي مخطي هو ذس أو ذس حتى ذس وأنا ذس وذس وذس كلهم والله ما يدرون عن المخطي لأنك ما فهمت أنا إلا كلمة ذس إنجليزي لمدة سنة كاملة ما عرفت إلا كلمة ذس صار أنا ناوي أعطيك والله 5 درجات بس اضطريت إني بعطيك 4 درجات لأنك قلت أخ وهي هذه هي لو إن قلت أي من البداية كان good very good أوكي no problem no problem سامحنا ما تعودوا على ثاني ما تعودوا بليز اكيد بليز والله ما نسوي شيء يلا سيت داون قلبك طيب يا استاذ ايه قلبك طيب ثانك يو ثانك يو شكرا سيت داون سيت داون كل ايفري بادي انهز تشير كرسيه اجلس وذ مي وذ مي ايش رايك بذس فيري جود ذس يو ذس فيري جود حلوه ذس انا تعلمتها استاذ ذس ما شاء الله عليك وين هذه وين تعلمت وين تقول انت في اي دوله في شو اسمه سويس هاي يونايتد من يو يو إيه؟ تعلمت وين في سبيس سبيس يا هو فيري جود فيري جود عندي سؤال عشان عاد اعطيك الدرجه كامله عندي كلمه اسمها از از ها از فور فور كيف تكتب فور 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 نو 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 اوكي از فور بالعربي فور As for, as for, how much? في جملة دي. This. وش هي؟ As for. As for. As for. Yeah. As for. ضعها في جملة. As for. Yes. فكر.
أزفور. خذ وقتك فكر. أزفور. إيه سد. أزفور في اليد ولا عشرة فوق الشجرة. عسى العصفور ينقر ذا الخشم حتى ما عاد يبقى فيه شيء. وش ذا الجملة ذي؟ أزفور في اليد خير من سد داون. يعني مي بصح سد؟ نو. مي بصح. رونق. طيب. تعرف رونق وش يعني رونق؟ لا. رونق. طيب أزفورين في اليد ولا؟ أنا الشرح على اللي يناقشك بالإنجليزي. الشرح فور مي مو عليك أنت. سؤالي أصل كلمة أولاً هذه بنقص عليك درجة ثانية اللي رفعتها اليوم من الإنجليزي المفروض ترفع اليسرى هنا. أي صح. أيوة. سؤالي يقول أوكي نزل خلاص. ما هو أصل كلمة سفاري؟ أصل كلمة سفاري، سفاري كلمة إنجليزية، وش أصلها؟ سد. أنوار. أنوار معنا. السلام عليكم يا أنوار. مرحبا. السلام عليكم يا أنوار. عليكم السلام. وين؟ شهر عليك مبارك إن شاء الله. ومن وين تتكلمين؟ السلام عليكم والله. من وين؟ من الأردن. من الأردن. سفاري كلمة إنجليزية، وش أصلها؟ جرام فريكي. ها؟ والله من أول مرة. أيوة بس أنت شوي سفاري يعني كلمة سفاري يعني واضح. أصلها إيش؟ أي من أي لغة؟ إنجليزية. هي إنجليزية يعني أصلها من أي لغة؟ يا جماعة أصل كلمة سفاري. طيب. أصلها من أي لغة؟ فارسية. ها؟ لا لا يا ساتر يا جماعة واضح اتصال ثاني فاطمة السلام عليكم. سمعتكم. كل عام وانتم بخير. وانت بخير صحة سلامة. الله يحييكم. كلمة سفاري كلمة انجليزية لكن أصلها إيش؟ أصلها؟ أيوة. أي لغة؟ سفاري سواحلية؟ لا 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 رحتوا بعيد. وين يا جماعة؟ خلونا قريبين مرة. وينكم فيه عندكم؟ آخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيكم. مبارك عليكم الشهر. هذول رايحين بعيدين مرة، خلونا قريبين. أصل كلمة سفاري يا أختي. سفاري؟ أيوة. يعني من وين تكلمين أول شيء؟ من فرج بن عمران. طيب كويس، يلا خلونا حول بعض. سفاري. سفاري يعني يمكن كلمة. أصلها وين؟ سفاري. إيه. فارسي. لا وين رحت؟ خليج. هنا سواحلية. ها؟ سواحلية. لا رحتوا بعيد يا جماعة، خلونا في قريب. سعودية. سعودية. ألو. جماعة تتكلم يعني لغة إيش؟ من لغتنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أشارك؟ يا هلا تفضل. معك عفرة صالح. أي والله. نعم عفرة. الجواب عربية. عربية يا جماعة، وينكم رايحين؟ لغة سعودية وقطر. عربية والله. شكرا لك يا أختي، وألف مبروك، وهذه 3000 ريال قطري. ما شاء الله. عربية. سفاري. عربية يعني عربية يعني سيارة ولا لغة عربية؟ قل أنا قل. ناويين بينهم. Hi everybody. Hi. Hi. Hello. How are you? How are you? باقي انت عاد. بسألك انا. English. You come here. Please. Come here. Yeah, sure. Come here. يعني شلون؟ واضحة. Come here. واضحة. علمة. روح له. يعني تعال إلى هنا. تعال إلى هنا. How are you? Can you تعد من 1 إلى 10 بالإنجليزي؟ ها؟ تقدر تعد من 1 إلى 10 بالإنجليزي؟ Can you؟ كان ولا ما كان؟ واحد. من 1 إلى 10 بالإنجليزي. إن شاء الله. يلا. 1 إنجليزي. 2 بالإنجليزي. 3 بالإنجليزي. 4 بالإنجليزي. لو تبي للمليون أنا بالإنجليزي. حبيبي. وش تصفقوا أنتم؟ حبيبي أنا بقى. لا غلط. غلط. إيه. ليش؟ رونج.
شنو رينج؟ اي ابيك تعد بالارقام، بالارقام الانجليزيه باللغه الانجليزيه، مو تقول لي بالعربي تلعب علي انت، قاعد تلعب علي انت. عطني بالارقام، بالارقام الانجليزيه يلا. زين استاذ ذكرني يعني اول اذكرك، اذكرك عشان ما يصير لك عذر، اذكرك عشان ما يصير لك عذر. اول رقم 1 و و هذه بيدك انت مو بيدي انا، عد بيدك انت. شو 1 1 ايه اوه 1 يا سلام 1 1 يعني 1 2 1 1 1 3 1 نوت 1 1 1 1 1 يعني 4 ونات 1 1 1 1 1 1 يعني 5 ونات يعني لو تبي انت شكرا صفقوا، لا تصفقوا غلط، لو تبي مليون ون انا حاضر. غلط 1 1 رونج. شو رونج؟ رونج والله رونج، رونج والله رونج، كلامك رونج يعني. تعال تعال تعال، باقي 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 سؤال، سؤال خطير عاد اللي عليه الكلام. ما خلصنا؟ لا لا عندي كلمة اسمها، لحظة شوي ركز معي، ركز معي يا حبيبي، لأن هذه ترى يعني يعني ناجح. مسألة مسألة عاد نجاح أو رسوب. شوف ركز ركز معي. سو سو أنا أوه أكتب بالعربي أنا سو وات وات من هنا لا نو نو هي سو وا وات سو وات وات سو وات سو وات سو وات. هذه كلمة مع مقطعين، أبيك تحطها لي في جملة عشان أعطيك الدرجة كاملة. يلا لا تستعجل، خذ وقتك خذ وقتك. سو سو وات سو وات سو سو وات إيه سو سو وات ويهلا عند اللي يسوى واللي ما يسوى. عدها عدها شوي، عدها شوي، عدها لو سمحت. سو وات أي صوات 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 ويهنا عند اللي يسوى واللي ما يسوى. يا سلام سو سلام. ايش اللغه الانجليزيه الحلوه؟ شلون تقول ايش اللغه الانجليزيه الحلوه؟ لا والله لا والله لا والله انت اللي سوت وجهي عند اللي يسوى واللي ما يسوى. انت اللي سوت وجهي قدام المسؤولين وقدام اهاليكم. الصراحه انا ما ادري وش اسوي انا. صوات صوت وانت صوات والله صوت تو انتم وجهي شو وات وجهي ذس ذس سيت داون ذس. ما ادري شو تسوي، ما ادري شلون بتجهون، ما ادري هوني انا فعلا انا الغلطان، اي ام رونج ولا انتم رونج؟ من هو رونج؟ شو رونج؟ ساد يعني ساد من ساد الحين انجليزي مو بالوجه ساد لا. لا 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 هو لازم يتعدل. ايش في؟ انا عارف الجواب استاذ. ها؟ عارف الجواب حق صوت صوتوا؟ إيه؟ ها؟ يا علي صوت بالصوت الرفيع. صوت بالصوت الرفيع. صوتوا صوتوا صوت الرفيع. بليز كان يو كان يو كو كو تو يور تشير كان. ما شاء الله عليك تكلم بطلاقة أستاذ الإنجليزي. صوتوا صوتوا. شوف أنا يعني تعبت منكم، تعبت وفقدت الأمل معكم بالإنجليزي، ولذلك أي ونت يو وأبغاكم تروحون للكافيتيريا بالإنجليزي. كافيتيريا بالانجليزي. اي كافيتيريا بالانجليزي. وش الكافيتيريا؟ كافيتيريا ما تعرفون؟ كافيتيريا يعني كافا كافا نو نو كافيتيريا. شو كافيتيريا؟ صوت وجهي نو نو كافيتيريا. كافيتيريا ما تعرفون الكافيتيريا؟ انا جيت هنا عشان يمكن بالانجليزي اعرف كافيتيريا. يعني شوف مثلا هي الكلمه من ثلاث مقاطع، من ثلاث مقاطع بس، وش اصلها؟ ايوه كافيتيريا 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 يعني وش المقاطع هذه؟ وش المقاطع هذه لكافيتيريا؟ كافيتيريا وش تبي انت؟ وش تبي انت يا اخوي؟ ذبحتنا انت يا اخوي. كافيتيريا كافيتيريا كافيتيريا. خلنا شو الاتصال. وش السؤال استاذ؟ السؤال يقول وش اصلا؟ الو 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 السلام عليكم، قصروا على التلفزيون شوي لو سمحتوا. اخ جاسم السلام عليكم. مرحبا الله يحييك. هلا هلا اخوي هلا. مبارك عليكم اتبقى من الشهر. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه على البرنامج الطيب. شكرا شكرا يا ابوي. الله يسلمك. سمعت السؤال؟ لا الله يهينك عيد لي. السؤال يقول عندنا كلمه انجليزي اسمها كافيتيريا. مكونه من ثلاث مقاطع، وش معناها يعني؟ وش اصلها؟ اصلها كلمه لاتينيه. ايوه. لاتينيه. انجليزيه يعني من مشتقه من اللاتينيه. نعم. لكن ثلاث مقاطع هي كافيتيريا، وش ما تقدر تجزئها لي هذه؟ مكان لشرب القهوة. ايوه مكان لشرب القهوة. احسنت. مكان لشرب القهوة. وش
والشاهي يعني طبعا والشاهي احسنت بارك الله فيك يا اخو جاسم وهالحين كافي تي اريا يعني منطقه شرب الشاهي والقهوه يا سلام عليك يا جاسم يا سلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم كم فاز يا حلو كم فاز هو فاز ب 3000 ريال عد علي يا 1 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
والعبد ورسوى وانا شميمي وعرف التسلمين وانا متنح ما فهم الا بالدواء وانا مسندر مع صقوري من سنين وانا الهواوي قيس ذابحني الهوى وانا اصطيم الكاتم السر الامين